الزيدي أن ينتسب إلى الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للغين أن ينكسر ولا بد للغين أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم الأحواز المنسية. تظاهرات الأسبوع الماضي في الخارج وأيضا انتفاضة الشعب الأحوازي في الداخل سلطت الضوء على جزء من معاناة الشعب الأحوازي التي تتفاقم يوما بعد يوم بفعل انتهاكات الاحتلال الفارسي. ولو اطلع المتابع عن كثب لوجد أن المعاناة أكثر مما يتحدث عنه الإعلام. فعلتم الشيء الكثير يا أهل الداخل. الانتفاضة التي حصلت بسبب تلوث البيئة جعلت الجميع يتحدث عن الأحواز، وجعلت الناس يتساءلون في الأصل ما هي الأحواز، لأن الحدث كان كبيرا عبر تويتر وكان الناس يعني متفاعلين مع وسم الأحواز تنتفض. فكثير من الأحواز يقولون من المتابعين ما هي الأحواز؟ أنتم حينما تظاهرتم وأردتم أن توصلوا صوتكم وتأخذون الحقوق جعلتم الناس يتساءلون ما الذي بكم؟ ولماذا الأحواز؟ وما هي الأحواز؟ وما هي المطالبات التي يطالبون بها أهل الأحواز؟ كثير يتساءلون. حتى لما نتحدث عن الأنهار نقول بأن هناك تجفيف للأنهار، هناك تحريف لمسار الأنهر، يقولون يعني في أنهار كبيرة مثل دجلة والفرات والنيل لم يسمعوا بنهر عظيم مثل نهر كارون ونهر الكرخة ونهر الجراحي. الكثير يتساءلون ما هي الأهوار. الكثير يقول يعني هل وصل التلوث البيئي في تلك المنطقة إلى هذه المواصيل؟ طيب هناك دول مجاورة يأتيها الغبار ويأتيها وهناك تلوث، ولكن ما وصلت إلى ما وصلت إليه أرض الأحواز، ما هي الأسباب؟ الكثير تساءلوا. ومع ذلك كانت هناك تغطية إعلامية رائعة وقوية. يعني لو من هذه المظاهرة أو الانتفاضة أن الناس عرفوا عن الأحواز وبدأوا يفكرون عن الأحواز لكان هذا شيء جيد ورائع. في السعودية غطت القناة السعودية الأولى، من الصحف أيضا الرسمية التي تحدثت عن الأحواز وغطت ما حصل في الأحواز، صحيفة الرياض، صحيفة الوطن، صحيفة المدينة، صحيفة الجزيرة، صحيفة البلاد، صحيفة الحياة، أيضا من الصحف الإلكترونية المعروفة صحيفة سبق، كذلك صحيفة الوئام، وأيضا جريدة الشرق، جريدة اليوم. الكل تحدث عن الأحواز. كنا نحلم أن نجد عبر المحرك جوجل خبر عن الأحواز في صحيفة ولو كانت غير معروفة وليس لها متابعين. اليوم تحقق الشيء الكبير بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الذين في الداخل وأيضا صوت الذين في الخارج من الأحوازية. هذه خطوة جيدة في التعريف بالقضية الأحوازية، وجعلت الكثير يتعاطف معكم. ووصلني اتصال قبل 3 أيام بأن أكاديمية في إحدى الجامعات السعودية رسالتها الدكتوراه عن الأحواز العربية، وكانت الأخت تسأل عن المراجع وعن بعض القضايا عن الأحواز. ففرحت كثيرا بأن هذه الجامعة اهتمت بقضية الأحواز
بمبحث ننتظره جميعا، وهو عن الأحواز العربية وقبائل الأحواز. فهذه خطوات جدا رائعة والتقدم كبير، وسواء حصل هذا التقدم أم لم يحصل، أهل الأحواز هم يعرفون أعرف بحالهم وأعرف كيف يتعاملوا مع الفرس، ولكن نحن نريد من يهتم بهذه القضايا. وهناك قضايا أيضا أخرى يا ليت أننا نهتم بها بشكل أكبر، وهي قضية البلوش وقضية الأكراد وقضية التركمان، هم يحتاجوننا كذلك، ولكن اللغة لا تساعد بأن نخاطب مثل هؤلاء. فنتمنى من القنوات الفارسية أن يهتموا بهذه الأقليات غير الفارسية، ونتمنى أن يكون هناك قنوات إسلامية تتحدث باسم هؤلاء. نبدأ مشاهدي الكرام حلقة هذا المساء بعد هذه المقدمة عن الأحواز والانتفاضة في الأحواز، نبدأ بمشيئة الله مع نشرة الأخبار. فإلى العنوين. الشعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. مؤسسة المعلم تحتفل باليوم العالمي للغة الأم. محكمة الاحتلال تشترط مبالغ باهظة للإفراج عن أسير أحوازي. النضال تطالب المنظمات الأممية بزيارة الأحواز. الألغام المتبقية من حرب إيران والعراق تحصد الأحوازيين. ممثل الشعوب غير الفارسية يقيمون ندوة في تورنتو. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أقامت مؤسسة المعلم بالتعاون مع مؤسسة الهلال الثقافية وعدد من النخب والمثقفين الأحوازيين يوم الجمعة الماضية حفلا جماهيريا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، حضره المئات من الأحوازيين. أمين عام مؤسسة المعلم حسن عبيات ألقى في الاحتفالية كلمة أكد فيها على أن الحضارات والثقافات لا تقوم إلا على أساس اللغة، فهي روح الحضارة وجوهرها وتاريخها ومصدرها. تخلل الحفل عدد من المشاركات المسرحية والترفيهية. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أكدت مصادر أحوازية للموقع الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن قاضي الشعبة الثانية عشر للتحقيق التابعة لمحكمة الثورة في مدينة الأحواز العاصمة طالب من عائلة الأسير عمار كطان مبالغ مالية باهظة للموافقة على الإفراج المؤقت. وقال ناشطون حقوقيون لموقع الحركة أن ذوي الأسير لم يتمكنوا من جمع المبالغ التي فرضها قاضي التحقيق للإفراج المؤقت عن الأسير، وقد اعتقل الأسير عمار كطان نهاية العام الماضي في حي العلوة أحد أحياء مدينة الحميدية المناهضة للاحتلال. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. طالبت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز عبر رسالة قدمتها إلى منظمة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف عمليات الإعدام والاعتقالات التعسفية بحق الثوار والمقاومين الأحوازيين.
كما ناشدت الحركة المنظمات المعنية بالبيئة وكذلك الصحة التابعة للأمم المتحدة بزيارة الأحواز لكشف وتوثيق ممارسات الاحتلال الفارسي التي تسببت في تلويث البيئة وتفشي الأمراض الخطيرة على نطاق واسع في كل أرجاء الأحواز. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. بترت القدم اليمنى للشاب الأحوازي علي صكري من أهالي قرية المصلاوي التابعة لمدينة المحمرة يوم الأربعاء الماضي في انفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية في المدينة، وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت رسميا أن المنطقة نظيفة وخالية من الألغام، هذا وقد حذر ناشطون في هذا المجال على أن عدم الاعتناء بالمناطق الحدودية وعدم إزالة الألغام منها سوف يؤدي إلى استمرار مثل هذه الأحداث وارتفاع نسبة الضحايا. يذكر أن الإصابات والوفيات الناتجة عن انفجار الألغام المتبقية من الحرب الإيرانية العراقية في مدينة المحمرة وسائر المدن الحدودية في الأحواز مستمرة وتحدث بين الفينة والأخرى. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء. 00937721 شارك فيها ممثل الشعوب غير الفارسية المحتلة وعدد من مسؤولي الجاليات، كان ذلك بدعوة من الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية أحد فصائل المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم. قد عبر المشاركون عن تنديدهم وسخطهم على السياسات التي تنتهجها إيران تجاه الشعوب غير الفارسية. يذكر أن من بين الشعوب غير الفارسية التي تحتلها إيران شعوب أتراك وشعوب أتراك أذربيجان الجنوبية وعرب الأحواز وبلوشستان وتركمانستان الجنوبية وكردستان. وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية هذه النشرة من أخبارنا لهذا المساء، ألقاكم بعد هذا الفاصل. وعزف الرياح ووقع المطر وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، دائما نحن نهتم بالتعريف بأي قضية من قضايا الأحواز من النواحي الدينية، من النواحي الاجتماعية، السياسية، الحقوقية، الثقافية، الأدبية، أي شيء نجد بأنه يخاطب الأحوازيين وينفع هذه القضية دائما نوليه اهتمام كبير، على الرغم أن الأشياء التي تساعد على تحقيق ذلك بشكل كبير يعني غير متوفر. نحن نحاول بقدر الإمكان أن نوصل الرسالة من خلال هذا المنبر بحسب الإمكانات التي موجودة لدينا، ونحسبها إمكانات ضعيفة، ولكن الذي يقويها هي الرسالة والهدف التي نطمح إليها وأيضا نسعى إليه من خلال هذا البرنامج. طبعا الأهوار مهمة جدا عند الأحوازيين، الذي سنعرض لكم تقرير يعرف ما هي الأهوار، ثم بعد ذلك سنعرض لكم لقاء مع مجموعة من الأحوازيين يتحدثون عن الأهوار داخل أرض الأحواز، ثم بعد ذلك نختم بتقرير تم إعداده بالأمس عن ملوحة المياه في أهوار نسيت الاسم، طبعا سنعرضها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. المهم يعني ملوحة المياه في إحدى الأهوار الأحوازية
في هور الفلاحية، يعني لخبطت بين هور العظيم والأهوار الأخرى، في هور الفلاحية سوف نتحدث عنها إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء. نبدأ الآن بتقرير يعرف بالأهوار. الأهوار في الأحواز. تندرج الأهوار في خانة الطبيعة التي يصنعها فيضان الأنهر بأمر الله، وهي مساحات مائية تجلس على غرين منخفض تتوسطها جزر صغيرة متناثرة هنا وهناك، فيما يكون القصب النبات الطبيعي الوحيد الذي ينبت من بين أمواج المياه التي تمتاز بانخفاض عمقها، ويحاول المجاورون لها أن يستفيدوا من الجزر أو المساحات اليابسة داخل الهور أو على ضفافه لزراعة بعض المحاصيل، فيما تكون الثروة السمكية هي المنجم أو الثروة الطبيعية التي تنام في القاع الممتد بمساحات شاسعة، وتأتي بعد الثروة السمكية الطيور بشتى أنواعها. تمتد الأهوار الواقعة على مساحة تتوزع بين أضلاع مثلث لثلاث محافظات هي البصرة والعمارة والناصرية، ويبدأ هذا المثلث من شمالي مدينة سوق الشيوخ ليصعد حتى الالتقاء بهور الحويزة الذي تصل سفوحه إلى مدينة الأحواز، وأشهرها هور الحمار والجبايش والصحين وأهوار الكحلاء ولغموكة وشواعرية وأهوار حقول مجنون. وعلى اليسار تقع الكتف الأيمن لنهر دجلة على طول الطريق الممتد من قلعة صالح في محافظة العمارة وحتى شمال مدينة القرنة التابعة لمحافظة البصرة. تغطي الأهوار في الأحواز مناطق واسعة من نواحي الإبسيتين والسوس والميناء والفلاحية والحويزة والمحمرة والخضر، ومناطق أخرى ممتدة من الساحلين الشمالي والشرقي للخليج، فمع مياه الأهوار الأحوازية وأسماكها وطيورها وأعلافها الطبيعية تعيش عشرات الآلاف من العوائل الأحوازية مع كل ما يمتلكون من مواشي وحيوانات لا يمكن بقاؤها دون أهوار ومستنقعات ومياه. وجود سكان الأهوار الأصليين سواء في داخل الهور أو في هامشه لم يكن وليد اللحظة، بل ورثتها منذ فجر التاريخ، والعلاقة بين السكان الأحوازيين وبين أهوارهم هي علاقة الروح بالجسد. لم يكن الهور وقتها قد تعرض لحالة الاحتضار التي وصلها اليوم بسبب سياسة الاحتلال الفارسي العنصري في استهدافه المناطق الريفية التي تمثل الأهوار عمودها الفقري لاستمرار ملامح الحياة العربية في الأحواز المحتلة. وجود عدد كبير من الأنهار المنتشرة من جنوب الأحواز إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، بالإضافة إلى ما تمثله أهوار الأحواز من جغرافيا نضالية استفاد منها الأحوازيون في مقاومتهم ضد المعتدي الفارسي، رأى الأخير من ذلك سببا لاتخاذه سياسات ممنهجة لصب مجاري المدن وأوساخ المستشفيات والمصانع في الأهوار الأحوازية التي ما فتئت تصارع الجفاف منذ تعيين أكثر من 7000 هكتار من أراضي الأهوار لشركة النفط لمدة 30 عاما للتنقيب عن النفط وعملية الاستكشاف، وذلك من قبل اللجنة الاقتصادية الوزارية وتحت إشراف وكالة حماية البيئة التابعة للاحتلال الفارسي عام 2008. سببت شحة المياه وتلويثها جراء السياسات الإيرانية الممنهجة والمتعمدة الكثير من الأمراض الجلدية الخطيرة وغير المعروفة خاصة عند الأطفال. فقد أكد مراقبون بأن المواطنين الذين يعيشون بقرب الأهوار يعانون من قلة الإمكانيات، حيث لا توجد مستشفيات ولا مستوصفات ولا مياه صالحة للشرب ولا حتى مدارس، وهم معزولون في مناطقهم عن العالم. وبسبب ذلك يضطر المواطن الأحوازي
لشراء مياه الشرب من مالك المصافي أو بائع المياه الذين يتجولون بالسيارات في المدن والقرى الأحوازية. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. هذه معاناة وتتجدد المعاناة عند أهل الأحواز، ولا نعلم ماذا يحصل أيضا في بلوشستان وفي كردستان وتركمانستان. نوقن بأن هناك معاناة، لكن نسأل الله أن يفرج عن كل مكروب. ماذا قال أهل الأحواز أو الناشطين الأحوازيين عن الأهوار؟ نشاهد في هذا الفيديو. يشعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، لا بد للليل أن ينجلي. إذا أردنا أن نعرف الهور، هو ملتقى مياه الأنهر، يشكل بيئة خلابة وجميلة جدا. عندما يلتقي نهر كارون وشط العرب، المياه التي تجري من العراق من دجلة وفرات، والمياه التي تجري من الأنهر الأحوازية كالجراحي الكارون والكرخة، هذه الأنهر عندما تلتقي تشكل بيئة تسمى بالهور. وهذه البيئة أو الأهوار، هذه البيئة فريدة من نوعها وخلابة جدا، فهي مساحات شاسعة من المستنقعات، وفيها نباتاتها الخاصة، فيها ثرواتها المائية السمكية الخاصة، وأيضا الطيور المهاجرة، فلها جماليتها ولها طبيعتها الخاصة. وهناك الكثير من أبناء الشعب العربي الأحوازي من الذين تشكل الأهوار مصادر رزقهم. أولا، الأهوار هي كرئة للحالة للبيئة الطبيعية للأحواز. عندنا هورين معروفين، هو هور الحويزة وهور الفلاحية، إضافة على المنظر المائي الجميل أيضا مصدر رزق للأحوازيين. تمتد الأهوار الواقعة على مساحة تتوزع بين أضلاع مثلث لثلاث محافظات، هي البصرة والعمارة والناصرية. ويبدأ هذا المثلث من شمالي مدينة سوق الشيوخ ليصعد حتى الالتقاء بهور الحويزة الذي تصل سفوحه إلى مدينة الأحواز. تغطي الأهوار في الأحواز مناطق واسعة من نواحي الإبسيتين والسوس والمينا والفلاحية والحويزة والمحمرة والخضر. هناك أهوار عديدة في الأحواز، وهي من أهم النعم في الأحواز والثروات في الأحواز، وهي مثلا هور الحويزة، هور الميناو، هور الفلاحية. السكان الأحوازيين الساكنين حول هذه الأهوار كانوا يعيشون على الأهوار، على السمك، على الطير الموجود في الأهوار، على الزراعة، يستفادون من أنواع الزراعة في ضفاف الأهوار. استفادة هائلة حقيقة، لأنه هناك ثروة يعني تسمى القصب، تستخدمها الأحوازيين لبناء البيوت واستخدامها أيضا استخدامات أخرى. هناك الثروات السمكية الموجودة أيضا في الأهوار، وأيضا للزراعة والطبيعة، وأيضا الخضار الموجودة في الأهوار هي لا تتواجد في أي مكان ثاني. المخاطر البيئية كثيرة، ظهرت على سبيل المثال مظاهر، يعني ظواهر طبيعية لم تكن موجودة، مثلا كثرة الغبار يعني على مدار العام، يعني في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع في الأحواز، هذه كلها بسبب تجفيف الأهوار، حتى تلطيف الهواء يعني الرطوبة وغير ذلك، هذا كله بسبب تجفيف الأهوار. يعني صراحة هذه السياسة، سياسة تجفيف الأنهر الأحوازية، أثرت تأثير كبير على المزارع الأحوازي، حيث أصبح مثلا في الصيف بسبب جفاف الأنهر لا يستطيع يفلح الأرض. وحتى وزارة الصحة في إيران لديها تقرير، وهي تقول أن ما تم فعله في الأنهار الأحوازية والسدود التي بنيت وتجفيف هذه الأهوار سبب كارثة بيئية حقيقية على المواطن الأحوازي. نتيجة تجفيف مياه هور العظيم اللي أكبر هور موجود بالمنطقة، نتيجة تجفيف هور الفلاحية، نتيجة تجفيف هور الحمار بالعراق، هذا كلهن على يد عدو واحد مشترك، على يد الصفويين المحتلين. شوف التراب،
تشوف الغبار، تشوف درجة الحرارة بشكل غير طبيعي، كلها نتيجة تجفيف مياه الأهوار والأنهر اللي حدثت في الأحواز. لكن مؤخرا بسبب تجفيف الأنهر، سياسات تجفيف الأنهر والأهوار تم تجفيفها، وأصبح المزارع الأحوازي يعاني، الذي يعيش في الأهوار يعاني من شح المياه. إضافة إلى الجفاف، التلويث الذي دمر، هجر الطيور ودمر الأسماك في الأهوار الأحوازية. وحاول العدو يعني إنهاء الوجود الأحوازي حتى بقطع أرزاقهم في كل مكان، فحاول تجفيف الأهوار حتى يجف، حتى البيئة الأحوازية تنهى والعيش الأحوازي ورزق الأحوازي ينتهي في هذا المكان. سببت شحة المياه وتلويثها جراء السياسات الإيرانية الممنهجة والمتعمدة الكثير من الأمراض الجلدية الخطيرة وغير المعروفة خاصة عند الأطفال. فقد أكد مراقبون بأن المواطنين الذين يعيشون بقرب الأهوار يعانون من قلة الإمكانيات، حيث لا توجد مستشفيات ولا مستوصفات ولا مياه صالحة للشرب ولا حتى مدارس، وهم معزولون في مناطقهم عن العالم. يعني أنا والدتي من بلدية الفلاحية، والدتي من أبناء مدينة الفلاحية، فكنت أدخل بالهور وأركب المشحوف البلم، فأشوف هاي البيئة الطبيعية حقيقة جدا جميلة، وشوف الجو الأحوازي والجواميس اللي بيها يعني، والطيور والأبلام، واللي يصيدون الشباب بالفالة الأسماك المعروفة، البني والشبوط والحمري وهذه الأسماك المعروفة. حقيقة شيء جميل والله، الأحواز شيء جميل. أسأل الله يوم التحرير يجون الأحواز ويشوفون الأحواز بعينكم مجرد. الله يا ديرة هدي يدمعكم ابن سديرة، الله يا جيران أهل الوفا والغيرة، الله يا موجات النهر مجوا يجر الرواح، أتذكر أيام المضت أعبر الشط تباح واسمع الطير على الشجر يشدي ويرف جناح، واسمع البلبول الصبح يشفي القلب بالصفيرة، والله يا ديرة هلية معكم التشديرة. للعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، لا بد أهلاً وسهلا بكم مشاهدي الكرام. العديد من الأحوازيين أصبح لديهم الآن خدمات يستطيعون من خلالها التواصل مع أي قناة فضائية. صوروا الأهوار، صوروا الأنهار، أي شيء جديد ارسلوه، لأن الصورة معبرة، مقطع الفيديو معبر. في الماضي ما كان أحد يستطيع أن يعني يتعامل عن طريق الإيميل أو التصوير، يعني في إشكاليات. الآن الحمد لله عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام، عن طريق يعني في بعض الطرق التي يعني نتواصل فيها من خلال المراسلين، تعتبر الحمد لله سهلة وفي بعضها آمنة. فنتمنى أي شيء، لا تستهين في أنك توصل رسالتك من خلال هذه الصورة، فالصورة دائما معبرة ولها دلالات كبيرة جدا، وشاهدتم الآن وستشاهدون بعد قليل كم بأن الصور لها دلالات، خصوصا على المتابعين من داخل أرض الأحواز. نتمنى أن يكون هناك تغطية من القنوات العربية التي تقول بأنها تناصر إيران بأن تسلط الضوء على المشاكل التي في هذه الأهوار، وأن يبحثوا عن حل لهذه المشاكل. الكثير من الأحوازيين يأنون بسبب فقدهم لهذه النعم والخيرات من هذه الأهوار، وراح تشوفون بعد قليل كيف أن يعني واحد أحوازي يعني يمشي في الهور ويتحدث عن مأساته بأنه ما عاد يحصل سمك،
وكيف يعني أكل أهلي وأهل بيتي، خلاص أصبح الهور يعني جاف ما عاد ينفع، أصبح ملوث. ستشاهدون إن شاء الله في التقرير القادم بعد أن نأخذ هذا الاتصال. علي من السعودية، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله. حبيبي عبد الله، أنا في مقارنة بسيطة قبل شوية في العناوين تبعكم شفتها، يعني داعش يأخذ الأسرى ولازم فدية أو إعدام زي الصفويين الإيرانيين، إذا ما في فلوس يسوي الإعدام. وأنا أقول لحرار الأحواز وحرار سوريا وحرار العراق واليمن، إذا الشعب بنفسه ما انتفض وتظاهر وأخذ حقه ما حد راح يساعدكم. والسلام عليكم. جزاك الله خير، شكرا لك يا علي. طبعا الممارسات مع الأسرى هي ممارسات عنيفة، وتحدثنا مع أسرى في حلقات ماضية، لا نريد أن نكرر هذه المآسي، لكن تبقى أنها مآسي عجيبة. ولو كانت الكاميرات مسلطة على هذه المآسي التي تحصل في السجون الإيرانية لحصل لا مقارنة مع أي عدو في قضية التعامل مع الأسرى. وهذه هي إيران، وهذه هي أخلاق يعني النظام الإيراني مع الأسير، وليس لديهم إلا الإعدام أو التعذيب في سبيل ماذا؟ شيء واحد، عنصرية. يريدون إمبراطورية فارسية، يريد أن يحققوها بأي حال من الأحوال. اليوم كنت أقرأ في الجزء السابع للبداية والنهاية لابن كثير، يزدجرد كان يحرض الفرس ويحرض أهل الأحواز على مواجهة العرب، كان هناك تحريض على مواجهة العرب والهجوم على العرب. حتى كان من الأحوازيين في عهد يزدجرد وفي عهد الهرمزان أيضا، كان هناك مناصرين من الأحوازيين لهؤلاء، يعني حتى أن أسماه ابن كثير في 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 كتابه قابل بالمشركين. فهؤلاء ناصروا يزدجرد وناصروا الهرمزان على المسلمين، وأتى عمر بن الخطاب وأرسل الصحابة إلى الأحواز، وحصلت المعارك على أرض الأحواز وانتصر فيها أهل الإسلام، والمعركة تستر معركة معروفة التي قتل فيها البراء بن مالك رضي الله عنه، وحصل هناك القتال بين الهرمزان وبين المسلمين، وانهزم الهرمزان وانهزمت الإمبراطورية الفارسية بذلك الوقت، وفتحت الأحواز، وكان هناك معركة اسمها معركة سوق الأحواز انتصر فيها أهل الإسلام. يعني هؤلاء ليس لديهم إلا عنصرية، يعني العهد قديم والعنصرية قديمة جدا. اقرأوا في التاريخ ستجدون ما يدمي القلب من هذه العنصرية على حساب أهل الإسلام، على حساب أهل الإسلام. أبو خميس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو خميس. بارك الله يا شيخنا الفاضل، والله يوفقك، وتحية لك وتحية للقناة الفاضلة. أهلا وسهلا بك، حياك الله. وأقول لأهلنا في الأحواز يا أحباب الله، أنتم في الله، وهذه وما ابتلاكم بها الله إلا العزة إن شاء الله كاتبها لكم، والصبر وعلى ما أصابكم إن شاء الله سوف إن شاء الله بهذا الصبر على ما أصابكم من بطش هؤلاء الطغاة الفاسدين الشيعة، إنما هو امتحان لكم من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تكتب العزة، تكتبون في أوائل من إن شاء الله يعزهم الله بعزة من عندي سبحانه وتعالى. وهذا لأخواننا في سوريا، تشوفوا شلون صار لهم من تعذيب في اليمن وزي كذا، وصبروا وهم يحققون الأنصار بعد الأنصار بما صبروا عليه. والله يوفقكم يا شيخنا الفاضل ويستر عليكم، شكرا لكم يا أخي. بارك الله فيك، شكرا لك يا أبا خميس.
جاسم باقي معنا؟ جاسم انقطع الاتصال، نعتذر يا جاسم. طيب نعرض لكم الآن تقرير عن ملوحة المياه في هور الفلاحية. بعته بعته ما استفاد منه، شو اسوي بالبلم؟ عندي بلم صغير استفاد منه صغير، هنا اروح انصب لي هيالتين ثلاثين بيتي. قبل اروح انشنت بعيد هناك كانت السمكه بعيده ونصيد سمك وهاي ونستفاد منه. السمك وايد كان مو مثل هسه، ماي كان وايد بالهور. الهور قبل يفرع عن هسه، وين قبل دنيته اسم فضال؟ قبل انا انصب لي ثلث هياي الاربعه اجيب 20 كيلو 30 كيلو سمك. هسه انصب 100 هياله هيبقى لي اربع سمكات لو خمس سمكات، اربع سمكات يعيشني انا ما يعيشن بيتي. ليش هذا ماي ماكو بالهور؟ لو اكو ماي الطيور كثرت، السمك صار وايد. هذا هم الماي احنا فست صار عندنا بعد بس يعني. هور الفلاحية، تتعرض الحيوانات المائية في هور الفلاحية إلى القتل المتعمد عبر التلوث البيئي الناتج عن تسرب النفايات الكيماوية في هذا المستنقع المائي، فضلا عن ارتفاع نسبة ملوحة مياهه إذ وصلت إلى مستويات قياسية. دراسات بيئية حذرت من تهديد خطير سيقضي على الحياة المائية في هور الفلاحية على المديين المتوسط والبعيد إن استمر وضع التلوث وارتفاع نسبة الملوحة بهذه الوتيرة المتصاعدة. الدراسات أشارت إلى أن مئات الأطنان من النفايات الكيماوية التي تتسرب من المجمعات البتروكيماوية في مدن خور موسى ومعشور تبتلعها الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في هور الفلاحية، والتي تعد موردا غذائيا مهما للأسماك، مما يؤدي إلى القضاء على تلك الأسماك بعد أن تتغذى على هذه الكائنات. وأوضحت الدراسات المتعلقة بهذا الشأن أن نسبة صيد الأسماك في هور الفلاحية انخفضت إلى 50% مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بعد أن بلغت نسبة ملوحة المياه مستويات خطيرة، حيث أصبحت نسبة الملوحة في المناطق الشمالية من الهور 14500 ميكروموس، وفي المناطق الشرقية 7000 ميكروموس، بينما المعدل الطبيعي لملوحة المياه يجب ألا يتجاوز 2000 ميكروموس. الباحثون في هذه الدراسات عزوا السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الملوحة في مياه هور الفلاحية إلى دخول مياه فضلات شركات قصب السكر إلى هذا المستنقع المائي. المشاريع الاستيطانية الكبرى كشركات قصب السكر وشركة نفط أرودان والمجمعات البتروكيماوية التي تتجاوز 30 شركة ساهمت في تلويث مياه هذا الهور أيضا من خلال تحويل المياه المالحة ومياه الصرف الصناعي والمخلفات الأخرى إليه، كما أن حرف مجرى نهر كارون والأنهر الأحوازية الأخرى إلى عمق الدولة الفارسية وبناء العديد من السدود على هذه الأنهر الأحوازية أثر إلى حد كبير في تجفيف هذا الهور وتلويث مياهه. تقارير ميدانية ذكرت أن أكثر من 15,000 طن من الأسماك يتم صيدها سنويا من هذا الهور الذي تصل مساحته إلى 54,000 هكتار. الجزء الأكبر من الهور يقع في مدينة الفلاحية ويمتد إلى مدن عبادان وخور موسى ومعشور، وصنفته منظمة اليونسكو في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أهوار العالم التي تضم 18 هورا. وفي عام 93 من القرن الماضي دخل هور الفلاحية قائمة مونترو للأهوار المهددة بالخطر. ورغم ذلك كله فلا يزال الكثير من الأحوازيين يعتمدون عليه عبر صيد الأسماك والطيور وتربية المواشي، كما لا يزال الاحتلال الفارسي يمارس سياسة تدميره. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكل من اشترك معنا في جوال يدعون إلى الخير. الشباب في فريق الجوال دائما متواصلين، وهناك رضا من الذين يتم الإرسال إليهم بفضل الله عز وجل. وما أعظم من أن يعني يرسل الخير إلى أهل الخير. ف
فنتمنى الاشتراك في هذا الجوال من الأحوازيين فقط. يعني بعض المتابعين يرسل سواء كان من اليمن أو من العراق أو من دول أخرى، نتمنى أن يكون تكون الاشتراكات فقط من الأحواز. ودائما هناك يعني تصلني هذه الرسائل، حقيقة رسائل رائعة جدا. يعني كل صباح ما شاء الله تبارك الله يرسل مقطع صوتي من القرآن تقريبا 3 أو 4 آيات يوميا بصوت قارئ جديد، وبعد أن يرسل هذا المقطع الصوتي يكون بعد تفسير ملخص لهذا المقطع الصوتي، وهذا يعتبر شيء رائع ونعمة كبيرة. ثم بعد ذلك يرسل كلام من السيرة النبوية للشيخ الدريهم، وأيضا هناك الرسائل التي نعتني في اختيارها من أجل أن تصل إلى أهل الأحواز وينتفع بها من حرم من هذا الخير بسبب هذا الاحتلال. نتمنى أن تشتركوا معنا، ونتمنى تواصلكم عبر إيميل البرنامج، ونلقاكم إن شاء الله في مساء الخميس القادم، وسنعرض لكم يعني الصحف التي تطرقت إلى الأحواز، لأن هذا يشكل دافع معنوي كبير للمتابعين الأحوازيين. سنتجول على هذه الصحف وما هي المواضيع التي تحدثت عن أرض الأحواز بإذن الله عز وجل في مساء الخميس القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.